ياش، لازم تهدى شوي، اقعد واشرب مي. تفضل ياش. اكيد مو جدي اللي حكى وفضح القصة قدام العالم. مستحيل، ما بصدق انه عمل هيك شيء. هو بتهمه مصلحة العيلة وبيحاول يدير باله على الكل. ما لازم تشك فيه أبدا، هو آخر حدا ممكن يعمل هيك. معقول ضل يفكر وقرر يعمل هيك ليعاقبني؟ يعني بركي لأنه مزعوج ومعصب مني كتير. ما بتعرفي، يمكن فعلا على قد ما أنه معصب قرر يحكي للصحافة. لا ياش، متأكدة أنه في سوء تفاهم عم يصير ومو قصده جدي عاقبك. ممكن يكون فعلا حكى معهن وعطى تصريح، بس هنن أكيد لعبوا وغيروا حكيه. ليك ياش، بالأول لازم تهدى. اوعى لا تعمل شي وأنت مزعوج. رفيقي؟ ايه حبيبتي. هلأ مزبوط أنه صايرة مشكلة كبيرة بينك وبين جدي؟ من وين جبتي هالحكي؟ الكل برا عم يحكوا عن القصة، عم يقولوا جدي ورفيقي ما عاد يحكوا مع بعض مرة تانية. لا يا روحي، هالحكي مو صح. ياش ماما، يعني هالحكي مو مزبوط وما في مشكلة أبداً؟ اسمعيني حبيبتي، رفيقك وجدك ما تقاتلوا مع بعض، وحتى لو صارت برأيك جدك بيقدر يزعل منه لدرجة إنه ما عاد يحكوا مع بعض؟ أنا كمان بعصب منك وبضل مقاطعتك يوم، بس بالأخير منتصالح مو هيك؟ وهذا اللي صار، حتى لو صارت مشكلة بينه وما عاد حكوا مع بعض رح يتصالحوا ويرجعوا رفقات مرة تانية. نيها؟ 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 انتي هون؟ ياش حكى مع جده بعدين مشان هداك الموضوع؟ قلتي لي امبارح رح يحاكي بكره الصبح. ايه ميناكشي، قلت لك هيك، بس بعد اللي صار من شوي بطل. عن جد؟ يعني ما رح تحكوا معه؟ انتي ليش واقفه؟ اقنعيه يحكي معه ويراضي. ما بقدر هلا، لازم نطول بالنا، رح يحاكي بالاخير بالاذن. نيها؟ نيها تعي لهون. ليكي، المشكلة صارت أكبر منا، كل العالم صارت بتعرف. بعرف هالحكي خالتي، بس شو لازم أعمل هلا؟ اسمعيني، إذا وافقتي منروح أنا وياكي لعند جدو ومننهي هالقصة. حتى لو قلتي لا رح نروح ونحكي معه، مو على كيفك. عم يقولوا شغلات مش عنك وأنا ما فيني اسمع وضل ساكت.